هلا في عندي حالات اخرى. شو الحالات الاخرى اللي ممكن تصير؟ عندي عدد كبير من الكومبينيشنز هون، بس احنا حكينا في تنتين منهم ذس الاو، مش هيك؟ طبعا في حاله سخيفه جدا، شو هي؟ لو شغلت كيو 1 وما شغلتش لا كيو 2 ولا كيو 3 ولا كيو 4، شو بصير؟ كاني ما عملتش شيء، مش هيك؟ اذا انا طافي التلف اشغل واحد لحاله ما إلوش معنى. لكن ممكن في حاله معينه لو شغلت كيو 1 وكيو 3 شو بروح على اللود؟ ايش الفولتج اللي بروح على اللود؟ هذا سؤال مهم. خلينا نشوف كيو 1 ايش بدخل لي عند النقطه هاي؟ بلس في اس. كيو 3 شو بدخل لي عند النقطه هاي؟ بس اعتقد ولا شيء. ليش حرام عليك؟ ما قبل شوي كيو 3 دخلنا بلس في اس، ليش هلا حرمته انه يدخل بلس في اس؟ ليش هيو مش عم بشبك من هون هون؟ السويتش لما يسكر شو بيعمل بالنقطتين اللي بينهم؟ مش بيعمل شورت سيركت بين النقطتين؟ هاي النقطة ايش الفولتج تبعها؟ شو بصير عندي هون؟ وايش كان عندي هون من كيو 1؟ بلس في اس وبلس في اس، قديش فرق الجهد بين بلس في اس وبلس في اس؟ زيرو. اذا هاي الحالة مهمة لازم نكتبها. يعني لما يكون عندي كيو 1 ومش ديس الاود، ما عملت شيء، ما راح تعمل شورت سيركت، راح يطلع عندي اوتبوت فولتج، مرات بحتاجه هذا، راح نشوف وين. فاذا اذا كيو 1 اون وكيو 3 اون، في لاحظوا ليش حطيت هذه في ال اوف تي سمول؟ انا عم بحكي عن انستنتينس، راح تضلها تتغير، انا ما عملت لها بروسيسنج، في حين هذه ايش؟ هاي دي سي كونستنت، هي رقم، راح تضلها رقم، مش فانكشن اوف تايم، ما راح تتغير از فانكشن اوف تايم. هاي ويل تشينج از فانكشن اوف تايم. السبسكريبت ال من وين اجا؟ لود. اذا عندي في لود اوف تي بتساوي زيرو. هاي مش حاله تريفيال ومهمه وممكن نحتاجها، اوكي؟ ما تحتقرها. اوكي؟ كمان حالة، ايش عندنا حالة تانية ممكن اعمل؟ Q2 وQ4. إذا Q2 on وQ4 on كمان راح يكون VL of T بيساوي زيرو، ليش؟ لأنه شو دخلنا هون؟ Q2 شو دخل عندي؟ ماينس VS، وQ4 شو دخل هون؟ ايش الفرق بين ماينس VS وماينس VS؟ زيرو، مش هيك؟ فعندي هون الأوتبوت راح يكون زيرو فولتس من هون. هي هدول الحالات اللي لهم معنى. الحالة في حالة طبعا اني اشغل واحد لحاله ما لهاش معنى وما بتهمني، اتس تريفيال كيس اور اتس نونسنسيكال كيس. شو الحالات المهمة عندنا؟ في حالتين هدول، هاي بتطلع لي بلس 2 في اس، هاي بتطلع لي ماينس 2 في اس، وهدول الحالتين مهمات راح نشوف ليش ممكن احتاجهم. بشغل هدول التنين مع بعض او هدول التنين مع بعض بيطلعوا لي زيرو فولت. اذا انا شو صار عندي امكانية اطلع على الاوتبوت؟ زيرو بلس 2 في اس ماينس 2 في اس. اوكي؟